بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيدات والسادة الوزراء والمستشارين، السادة ملحق الدفاع وملحقين العسكريين المعتمدين، السادة الألوية والعمداء، حضرة الضباط، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي بهذه المناسبة المتميزة أن أتقدم إليكم السيد رئيس الجمهورية باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسمى آيات الترحيب وأزكى عبارات الشكر والامتنان على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم بمناسبة إشرافكم على مراسيم الحفل السنوي للتخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. الشكر موصول كذلك لكافة الضيوف الكرام، كل باسمه ومقامه على مشاركتهم لنا هذه المناسبة الفارقة. ولا يفوتني جميعا وبلادنا الغالية تستعد لإحياء الذكرى 62 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أن نقف وقفة تذكر وترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومة الشعبية المتتالية، وشهداء الثورة التحريرية المظفرة، وشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أجل الحفاظ على هذه الأرض الطاهرة التي سيبقى المخلصون يدافعون عنها مهما كلفهم ذلك من جهد وتضحيات. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إننا في الجيش الوطني الشعبي وفي إطار تنفيذ توجيهاتكم السامية ندرك جيدا أن إرساء أسس جيش قوي قادر على أداء مهامه الدستورية بكل كفاءة واقتدار إنما يبدأ من إرساء منظومة تكوينية قوية تضطلع بتكوين إطارات من ذوي الكفاءة العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالم اليوم. ومن هذا المنظور فقد أكلت للمنظومة التكوينية في الجيش الوطني الشعبي مهمة غرس ثقة العسكري المحترف في أذهان المستخدمين، لأن الاحترافية بمفهومها الشامل هي الضمانة الأكيدة للتحكم في القوات وفنون الحرب وفي كل عناصر القوة ومقتضيات النصر. في هذا الإطار وعلى غرار المدارس العليا للطيران بطفراوي التي عرفت يوم 13 جوان الفارط تخرج الدفعة الأولى من الضباط الطيارين الإناث في تخصصات المطاردة والنقل والحوامات، وكذا تخرج دفعات أخرى من معظم المدارس العليا العسكرية وفي مختلف التخصصات والأسلحة، ستشهد الأكاديمية اليوم تخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي
التي سيوجهنا للعمل مع على مستوى وحدات قوام المعركة. ذلك ما يعكس الاحترافية العالية التي بلغها جيشنا العتيد وتحضيره الجاد للكفاءات من النساء والرجال لتحمل مسؤوليات الدفاع عن الوطن. هذه الخطوات المعتبرة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي ما فتئت تحققها المرأة في الجيش الوطني الشعبي في جميع المجالات العلمية والرياضية والعسكرية، وهي امتداد كذلك لما قدمت المرأة الجزائرية من تضحيات عبر تاريخ بلادنا الطويل الحافل بالأمجاد والبطولات التي رفعت من قدر المرأة ومكانتها في المجتمع وارتقت بها إلى أعلى المراتب. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيدات والسادة الحضور، إن الجزائر كانت ولا تزال عامل استقرار وأمن في محيطها الجيوسياسي، وذلك بالنظر لتوجهاتها السلمية وعقيداتها القائمة على حسن الجوار والتعاون والتضامن ونبذ كل أشكال الهيمنة والطغيان والتعدي على سيادة الغير والتدخل في شؤونه الداخلية. في هذا الصدد أبدت بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية جاهزيتها الكاملة للمساهمة في المجهود الدولي الإقليمي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أنواعها والهجرة غير الشرعية، لا سيما من خلال التزامها بتأمين أواصر التضامن البيني وتطوير قواعد وآليات الأمن المشترك. في هذا الإطار اتخذت الجزائر العديد من المبادرات على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية التي تجسدت على وجه الخصوص من خلال برامج مساعدات ومنح مقاعد بيداغوجية في مختلف مستويات التكوين لأفراد الجيوش الصديقة، وكذا النقل الدوري للمساعدات ذات الطابع الإنساني. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيدات والسادة الحضور، في الأخير وإذ أجدد لكم السيد رئيس الجمهورية جزيل الشكر والامتنان على إشرافكم على تخرج دفعات الأكاديمية، فإنني أؤكد لكم أننا عازمون على مواصلة مسار تطوير كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والعمل على إرساء كل مقومات العمل المتكامل والانسجام المنشود في سبيل تجسيد تطلعات وأمال شعبنا المشروعة في العيش الكريم في ظل التقدم والازدهار وفي كنف الأمن والاستقرار. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.